للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. أهلا بك يا دكتور. نعم، دعني أبدأ معك ببيان وزارة الصحة. أصبح هناك يعني تناقص في حالات الإصابة، هل ذلك يعود لأن المواطن المصري أصبح الآن يعلم بطرق يعني العلاج إذا أصيب بفيروس كورونا، أم أن بالفعل في الداخل أصبح هناك تناقص في عدد الحالات دكتور محمد؟ لا، هو طبعا سيادتك العدد الذي يعلن عن طريق وزارة الصحة بيعكس تماما، ليس العدد الكلي لكن بيعكس تماما الجو العام او المظاهر العامه او الاعداد العامه بالنسبه للاصابه بفيروس كورونا. طبعا حصل ارتفاع في خلال اوائل هذا الشهر ونهايه الشهر الماضي، وصلنا الى في ايام معينه كان وصلنا اكثر من 1000 حاله سجلت عن طريق وزاره الصحه، ثم بدا العدد في التناقص، وزي ما حضرتك قلتي كده وقت وصل الى حوالي 500 حالة، فده معناها ان ذروة هذه الموجة الثانية وصلت وبدأنا في التناقص. صحيح العدد اللي بيسجل في وزارة الصحة ليس هو كل العدد، لكن طبعا ايضا الاعداد اللي موجودة خارج اطار ما سجل في وزارة الصحة اللي احنا بنتابعها ايضا وبنشوفها وبنسمع عنها وبنشوف تتبع حالات المستشفيات والعيادات الخارجية، هناك فعلا تناقص في عدد الحالات في هذه المرحلة. نعم.